طبعاً. إذن إحنا كان عندنا ستار كونكتد لود، وجدنا إنه ستار كونكتد لود ال V line leads V phase by 30 degrees. وحجم ال V line خلينا نلخصها قبل ما نروح عليها، هون دائرة الدلتا قبل ما نروح عليها بس نلخص. ستار إذا عندي ستار كونكتد لود أو ستار كونكتد سورس، V line تساوي جذر الثلاثة V phase، و V line leads V phase by 30 degrees. هلا الاصطلاح اللي احنا انا كان لازم اوضحه المره الماضيه لما عملنا الدلتا وصار عندنا مشكله فيها، لازم يكون عندنا الاصطلاح بالشكل التالي. فاذا عندي اذا كان عندي السورس، راح افترض انه السورس انه الكرنت بيمشي بهذا الاتجاه والفولتج بهذا الاتجاه، هذا بالنسبه للسورس. واذا كان عندي لود بدي افترض ان الفولتج بهذا الاتجاه، بي لود بهذا الاتجاه والكرنت ماشي بهذا الاتجاه. هذا لازم نتبعه، الاصطلاح لازم نتبعه الصحيح بحيث نشتغل. هلا انا للاسف بقدرش افرجيك دلتا كونكتد لود بالسيميليك، برفضه، ما بقدر احط 3 فولتج سورسز في دائره، فاضطريت احط هذا ستار بس اللود حطيته دلتا. هذا واضح انه دلتا بس انا راسمه مضطر ارسم هيك، بقدرش ارسم هاي 120 درجه او 60 درجه هيك، فهذا عباره عن دلتا كونكتد لود. هلا اذا احنا بدنا نتبع الاصطلاح زي ما حكينا، بده يكون عندي كل واحد من هذول اللودز الفولتج بهذا الاتجاه والكرنت نازل بهذا الاتجاه. فلا خذها هون، انا اخذت هذا الاسم والكرنت اللي ماشي في اللود، هذا اللود هي هون الكرنت اللي ماشي في هذا اللود واللاين كرنت اللي جاي، فهذا صار الماي فيز. فلاحظوا هذا الكرنت اتجاهه، شوفوا وين البوزيتيف، هي البوزيتيف وهي النيجاتيف، معناها اصطلاحي لهذا الكرنت هو اي لود بهذا الاتجاه. وهي عندي اي لاين، يعني هذا ماي فيز، عفوا هذا ماي فيز، وهي عندي اي لاين موجود هون. طبعا بالنسبه للفولتج هو نفسه الفولتج بالدلتا كونكتد لود، الفي لاين هو نفسه الفي فيز، بس هون احنا مركزين على الاي لاين والاي فيز. فعندي هاي 3 فيز سورس. هلا هون انا اضطريت ارسم ستار، انا ما بقدرش ارسم دلتا، ما بقدرش اشبك، اذا شبكت الدلتا بعطيني ايرور، بس اللود شبكته على شكل دلتا. هلا المفروض شو المفروض يطلع معي بالدلتا كونكتد لود؟ هذا ستار كونكتد لود، بالدلتا كونكتد لود شو لازم يصير معي؟ الفي الاي هون طبعا بحاله ستار كونكتد كمان كان لازم نحط انه اي لاين بتساوي اي لاين بتساوي اي فيز، مضبوط؟ بالستار كونكتد لود ما في فرق ما بين الاثنين، اذا اي لاين بتساوي اي فيز، هذا بالنسبه لستار كونكتد لود. بس بالنسبه لدلتا كونكتد لود شو راح يصير عندي؟ راح يصير في لاين بتساوي في فيز، لكن اي لاين بده يكون اكبر من اي فيز بجذر ثلاثه، وراح المفروض يكون ليدنج باي 30. خلينا نتاكد منها، نتاكد انها صحيحه. أنا أتأكد أول شيء إنه هذا صحيح، إيش اللون عندي اللي أكبر؟ اللي هو الأصفر، ممكن يكون الشانل الأول، خلينا نتأكد هل هذا فعلا الشانل الأول؟ نعم، مش هيك؟ لأنه هي الشانل الأول. فالشانل الأول هو اللي راح يدخل أول شيء على السوسكوب وراح ياخذ اللون الأصفر، يعني حسب الاصطلاح تبع المات لاب أو السيميلي، أول شانل بيدخل على السوسكوب بكون أصفر، بعدين ماجنتا، بعدين ساين، بعدين أظن أحمر وأزرق. والألوان في ثلاث ألوان أخرى. إذا هون هذا صحيح إنه هذا هو أكبر واحد، إذا صحيح هو أكبر منه، وإذا حسبته راح تلاقوا إنه أكبر منه بحوالي 1.7. لو قست هذه القيمة وقست هذه القيمة وقسمتهم نعملهم، حطيته بالآلة حاسبة يتأكد. فلو إجيت على هاي القيمة وطلعت هون مثلا نشوف، هلا هذا هون عندي تقريبا 97.5، إذا نحط هون تقريبا البيك أي بيك تبعت اللاين 97.5، وبعدين راح أعمل زوم هون، وهذه تقريبا 56.5 تقريبا. اذا بنقسمهم على اثنين على بعض قديش بيطلع؟ 1.7 هي جذر الثلاثه، اذا هذا صحيح بالنسبه للماجنتيود. هلا بالنسبه للفيز انجل المفروض عندي اي لاين، هلا نطلع هون راح نلاقي انه اي لاين ليدز اي فيز باي
30 ديجريز وهذا كمان صحيح. اوكي ماشي واضح. اذا ليدز يعني بيجي قبله في الزمن، الزمن باي اتجاه عماله بيمشي بزيد بهذا الاتجاه. اذا هذا بيصير بالاول بعدين هذا بيصير، مش هيك؟ يعني هذا هون الماضي وهذا المستقبل وهون عماله بتصير الاشياء. اذا هون عندي صار هي زيرو كروسنج هون بعدين صار زيرو كروسنج هون، اذا بتتاكدوا منها المفروض انه تلاقوا انه هاي 30 درجه بتساوي 30 درجه ما بينها. ماشي واضح لهذا؟ اذا نفس الشيء انطبق عندي على الدلتا بس انعكس. كان هناك الـ V-Line والـ V-Phase بالستار هي العلاقات اللي بينهم، صار عندي بالدلتا هو الـ I-Line والـ I-Phase وصار الـ V-Line والـ V-Phase متساوي. ماشي في أسئلة هاي؟